اكثر من قبل ولت رصادني مشيت في منوبه بعد بنتي الصغير وهما خلي تمانا قالوا لي ما تروحش على خاطر الواد يهزني موشي لو كان روح فجأة كبيرة الواد ولا نتراش الماء ما عند ربي يقلب قلبي وسط الدار أنا في الحفظ وصول أما قاعد خمم على ثلاثة صغار معنا أمهم وزوج صغار والمرأة في ثانية وحدهم وكل لي قريب نهبل الليلة الصغار تتباكى والماء طب من الطريق حتى يطلع من باب الدار منا واد في وسط الدار واد تتفرجوا في داري ديكو الموسم الخامس كل نهار أحد مع 6:30 متاع العشية.